كنت كندوز واحد الامتحان في المط، كانت واحد القاعده في المط نسات ليا قوت ما بقيت كنفكر بزاف وكنضغط على الدماغ باش هذيك القاعده غتجي ليا في الدماغ. اللحظه ما عقلتش براسي حتى لقيت راسي تلاحيت على واحد الطاوله نيت بالجانب ديالي مده ديال 26 سنه يعني من 1992 بحال هكا. ديك الوقيته هذيك انا كنت كنقرا في التاسعه، كنت كندوز واحد الامتحان في المط، دوزت الجبر ودخلت الهندسه. وقيتها دخلت الهندسه لكي يقرا مزيان وداكشي عارف هاد الامور، كانت واحد القاعده في المط نسات ليا قوت ما بقيت كنفكر بزاف وكنضغط على الدماغ باش هذيك القاعده غتجي ليا في الدماغ بداك قوه يعني الدماغ عطيتو كثر من القياس ديالو. ديك اللحظه ما عقلتش براسي حتى لقيت راسي تلاحيت على واحد الطاوله نيت بالجانب ديالي ففي الجهه الاخرى اللي كانوا حتى التلاميذ الاخرى يعني كيدوزوا فيها الامتحان. انا بقيت تما حتى خرجوني الاساتذه والتلاميذ وخرجوني عند الحارس ديال الاعداديه، ما فهمتش شنو وقع لي في ديك اللحظه هذيك. بقيت واحد ما عرفتش شحال حتى ديال الوقت ما عرفتش جا ولا وصلوني للدوار ديالي بعيد علينا على الاعداديه بزاف، داوني للدوار اللي كنسكن فيه، عطاو لي سيمانه هكاك ديال باش زعما ديال باش نرتاح من داك التاريخ هذيك وانا في المشكل. يعني هذاك المرض ولا كيبقى يجي مره جوج المرات في العام، يعني ما بقيتش نديها فيه، كنقول مره جوج المرات ماشي مشكل، شويه ولات الحاله كتأزم ولكن المرض كيكثر عليا بزاف. شويه الوالدين يعني ما ولا العائله ولا اللي كيكونوا شويه في الباديه، يعني الانسان كيكون ما قاريش ولا شي حاجه كيقول بان عنده المس ولا هذا داك غندخلوا داكشي الخرافات غندخلوا داكشي الاضرحه هذا وانا عارف المرض ديالي. المهم فات واحد 10 سنين هكا واحد 7 سنين هكاك الامور زادت سوء على سوء، يعني ما حتى يعني ما بقاش يعني بقيت غير غادي هكاك وصاف ديما في الفراش ديما كنطيح يوميا شويه. المهم اي طبيب كيمشي لعندو ما كيعطيش شي نتيجه، كيقول لي ما عندك حتى حاجه، الشبكه الدراس درت الراديوات، اي طبيب كان دير عنده جوج الراديوات ثلاثه الشبكه الدراس كل رونديفو عندي بجوج الشبكات. درت دويس في سبيطار اختصاصات السويسي في الرباط، دويس في ماريفي سميتو المستشفى العسكري في الرباط اللي كيعرف هذاك الشيء، درت لي ريم ب 70000 ريال ولا 80، هي عندي نفس المشكل ودابا المشكل حتى الادويه ديال هذا المرض هذا غتكون بزاف ديال الادويه الاشكال ديال الادويه اللي عنده، والاطباء ما بغاوش يجيو بشي نوع ديال شي دواء. ودابا كل طبيب يعني كيعطي لي دواء بشكل، هذاك الطبيب كنفوت معاه عامين ما كيدير لي والو، كنمشي كننتقل عند طبيب اخر وكندي لي هذيك الادويه اللي كنعطي الطبيب الاول باش حتى هو ما يعطيهاش ليا. ونفس الشيء كنمشي نتنقل من مدينه لمدينه، في مو قال لي شي واحد ودي راه كاين واحد الطبيب ديال العاصمه في الجهه الفلانيه ومجهد كنتم غادي لعندو غير ربما نلقى عنده شي حل، ولكن نفس الشيء والامور زي يعني انا تازمت بزاف. دابا ما خدامش مره لان المرض ديالي ما كيسمحش ليا، يعني دابا المشكله اللي عندي حتى المرض يعني ديما غيبقى هكا، وعندي 900 درهم ديال الاخر، عندي 18000 ريال ديال الدواء في الشهر، وكان بعض المحسنين الله يجازيهم بخير ولو مؤخرا ولو كيصيفطوا لي ذاك الدواء هذاك من فرنسا اللي هو كيتناسب مع الدواء اللي عندنا هنا في المغرب. ودابا وقعت ولات المشكل الوضعيه العائليه والوضعيه المعيشيه والكرا، وهذا هو المشكل اللي عندي المشكل دابا بزاف. على ذكر المعيشه، كيفاش كدير مع مطيشه اللي ولات 10 دراهم، طاطا اللي ولات 13 درهم، كيفاش كدير مع هذه الخضره هذه؟ انا داكشي ما كنوصلوش، انا داكشي ما كنوصلوش مره كاع، انا لحد الساعه داكشي والله ما كنوصل لها شي، ما كل الحاجه اللي فايته اصلا حتى المهم انا ما بقيتش كنضرب شي حاجه للحساب، انا ربما غير خبزاتي صافي كافيني، لان كل هذيك الحاجه الغاليه انا حتى اللباس ما عنديش، كما كتشوفوا اللباس اللي لابس دابا عندي لباس اخر، حاشاكم كنحيد هذا كيتوسخ الاخر كنلبسها هي هو اللباس اللي عندي انا، الولاد عندي مكرفسين بزاف، المراه عندها مرض نفساني، الولاد هما هكا كنيد، يعني عندي 1000 درهم ديال الكره، المعيشه عندي ما كايناش، المراه كدير غير الميناجي لا عيط عليها شي واحد، يعني انا مأزم. كيفاش المصاريف كامله؟ هاد المصاريف انا راه غير كنصبح كنتسنى غير المغرب فوقاش توصل، اقسم بالله الا كنتسنى انا غير كيصبح الحال
كنقول كنتسنى غير يا ربي يوصل لي اللي غنفوت داك الليله هذه هكاك. كلب ما كنبقاو بلا عشاء شحال من مره، ماشي جوج ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه كنبقاو بلاش. قلت كان هادشي ديال المصاريف مابقاش كان مابقاش كنسول في هادشي ديال المصاريف. الناس قالوا لي ودي جا رمضان دابا شنو غدير في رمضان؟ قلت لهم انا اصلا رمضان عندي ديما، الصيام عندي ديما ماشي غير ماشي غير اليوم. المشكل اللي عندي هما الاولاد اللي كيحسوا شويه بالنقص، كيقولوا بان الناس هما شنو داروا والناس شنو تقضاو. دوك الوليدات لابسين الكسوه مزيانه هذا هذا، كنحسوا حنا بداك النقص بزاف. ما انا وهما ما عندناش شي مشكل، دابا الولاد اللي عندي فيهم مشكل. كيقولوا بان رمضان راه شنو الناس شراو وشنو الناس شراو وشنو داروا وشنو داروا، وحنا داك الشيء ما قدرناش عليه بزاف مره. اما انا والمراه عاديين عندنا، اما انا والمراه عاديين عندنا، ديما صايمين ديما في مشكل، ديما الولاد اللي عندنا مشكل. عادي الكراب 1000 درهم، المعيشه ما كايناش. كان عندي المشكل حتى هو ديال الادويه، دوك الناس الله يجازيهم بخير محسنين في فرنسا ولاو كيصيفطوا لي داك الدواء اللي كان كيكلفني ب 900 درهم في الشهر. بقى المشكل عندي ديال الكراب 1000 درهم والمشكل ديال المعيشه هما اللي وليت عندي مشكله دابا بزاف. مأثر دابا مأثر ومؤزم في حياتي دابا كاع بزاف كاع. وبخصوص هذا المرض هذا، بخصوص هذا المرض ما عندوش شي دواء. انا مشيت حتى لعند الدكتوره، اقسم بالله مشيت حتى لعند الدكتوره كنقول لها الله يرحم الوالدين، واش كاين حتى شي عمليه جراحيه على هذا الراس هذا؟ ديريها واخا بمليون جوج المليون نعس فوق حدا السبيطار ويديروها ليا، ولو قعدت تادي حتى الموت ماشي مشكل. قالت لها ودي واش انا غنقتلك؟ انت عندك حاله العروق ديالك كيتلاقاو صافي، القدر كيتلاقاو كيجي لك ديك الحاله هذيك، كيخصك حتى تبرد. بما كتبرد عاد كتولي حاله عندك طبيعيه. ديما انا في السبيطار، ديما غادي نهزني الناس في السبيطار من الشوارع من الجرادي، فين ما مشيت كنلقى سي في السبيطار. حتى وليت دابا ما كنتحركش. دابا المراه الا ولات كدي الا مشات للميناج ولا شي حاجه، دابا ولات شويه الدواء، يعني الدواء داك الطبيبه قادت لي شويه داك الدواء غير باش نتكالما، غير نتكالما وصافي. باش دوك الحالات عاود كانوا كيجيو لي 4 المرات 5 في النهار، تقول لي دابا مره هكا ولا جوج بالمرات، مره على يومين. ولكن غير جالس ما كاين والو، ما كاين ما يدار، يعني منو خصني نكلف راسي؟ باش نكلف راسي راه غادي يوقع لي مشكل، غنبقى بخطوره. يعني دابا المرة كتوصلني لشي بلاصة كتمشي هي دير الميناج، لا عيط عليها شي حد، ما عيط عليها شي حد، كنبقاو جالسين في الدار وصافي. بالجوع وصافي، هادشي اللي كان هادي.